سينا. من هنا من ساحات التحرير. طبعا هذه الهجمات المتكررة من قبل الدولة التركية على أراضي شمال وشرق سوريا التي تحققت بفضل دماء شهدائنا، وحافظنا على هذه المكتسبات لولا هذه الهجمات التي متكررة دائما على هذه المناطق لتحقيق طموحها بالتوسعية في هذه المناطق. إن الدولة التركية هي دولة سلطوية تسعى دائما إلى التوسعية في هذه المناطق واحتلال المناطق الأخرى. ها هي اليوم تكرر هذه الهجمات بضرب بعد المنشآت الحيوية واستهداف المدنيين الذين ليس لهم لا حول ولا قوة. نحن نطالب المجتمع الدولي بالوقوف وردع الدولة التركية عن هذه الهجمات وتكرارها على هذه المناطق بعدما تحقق فيها الأمن والاستقرار، والشعب اليوم هو يسعى إلى الحفاظ على هذا الأمن والاستقرار. وتركيا أيضا مرات ومرات، واليوم أيضا من أحد هذه المرات، تسعى إلى استهداف إبادة المكون الكردي وشعوب المنطقة أجمع. ونحن اليوم بصوت النساء وصوت الرقة، شعوب الرقة الموجودة هنا، نقول للمجتمع الدولي يجب عليه أن يهتم أكثر بالشأن السوري، وأيضا يدعم المشروع الديمقراطي الذي وحد الشعوب أيضا وأنصف الشعوب هنا، وأيضا كان هو المخلص الوحيد للمناطق من رجس داعش في الماضي. وها هي دولة التركية أن دائما تسعى إلى دخول داعش مرة أخرى إلى هذه المناطق. سوف نشارك يد بيد، وصوتا يكون صوت الحق، صوت المقاومة، مقاومة الحياة. مهما كانت الهجمات قوية علينا من طرف التركي الهاشمي الفاشي، فنحن ما زلنا نقوى بأقوى وأقوى، وسنظل نناشد ونطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوقف الهجمات التركية. نحن نقوى دائما، كلما ازدادت الهجمات نحن دائما نزداد بعزيمة وقوات قوى سوريا الديمقراطية وحماية المرأة. دائما نحن صوتا صوت واحد، صوت الحق ويد. حتى إذا نادوني إلى أكون كامرأة نضالية اليوم، فأنا أول النساء ما أكون بالجبهات صفا بصف، وأكون امرأة نضالية لتحرير مناطق شمال وشرق سوريا ويعم السلام والاستقرار في وطننا. سوريا ديمقراطية. مجتمعين عن ضد الاحتلال التركي، ضد الهجمات التركية، ناشد المنظمات الإنسانية ضد هالشيء هذا. احنا ما نرضى، طبعا احنا شعب عرب، احنا شعب ضد هاي الأمور هذه. احنا متكاتفين وراح نظل ايد واحدة وقلب واحد ان شاء الله. احنا ضد الضربات والهجمات والتهديدات اللي جات توصلنا من قبل تركيا، حيث تم استهداف من 15 مسيرة تخترق أجواء شمال شرق سوريا، منها ضربتين جويتين في محيط مخيم واشوكانية لنازحي سريكانية بريف الحسكة، أدى لإصابة 3 مدنيين واستشهاد مدنيين أيضا، ومحيط سرج شلاغا ومواقع نفطية في ريف تلمسبية ومحطات تحويل المياه في تلتمر، واستهداف الحبش في عمودة، واستهداف المدنيين جريمة حرب واضحة وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية الحقوقية والإنسانية. وفي هذه الهجمات استشهد العديد من المدنيين العاملين وآخرين جرحى في هذه المنشآت الخدمية، وهذا يعتبر استهداف مباشر لمصادر وسبل العيش لأهل. هذا التطور خطير وسيكون له تداعيات عامة وسلمية بكل المقاييس، سيفتح الأبواب أمام كارثة إنسانية مأساوية. حان الوقت للحد من هذا العدوان التركي وضرورة الخروج بمواقف واضحة من قبل التحالف الدولي وروسيا والقوى الحريصة على الاستقرار ومن عودة الإرهاب. في الوقت الذي نتقدم بأحر التعازي لشعبنا وعوائل الشهداء